وللمتابعة معي باسم أبو العينين مراسل التلفزيون المصري. باسم، انقل لنا يعني أجواء اجتماع مجلس أمناء الحوار الوطني وتسليط الضوء على النقد الدعم عفوا الدعم النقدي أو العيني، وأيهما أفضل للمواطن؟ نعم، تحياتي نهى، تحياتي إيمان، أحييكم من الأكاديمية الوطنية للتدريب بمدينة الشيخ زايد، حيث ننقل اليوم ونتابع أحداث الحوار الوطني الذي جاء منذ بدايته بناء على توجيهات من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي دعا إلى ضرورة أن يكون هناك حوارا وطنيا مجتمعيا اقتصاديا سياسيا. هذه هي المحاور الثلاثة الأساسية له، من أجل أن تكون أو يكون قرارات المتعلقة بالمجتمع المصري في كل مجالاته، أطيافه ومختلف اتجاهاته وأفكاره واحتياجاته. هذا الاجتماع الذي يعقد اليوم يتناول قضية هامة جدا وتهم جميع المصريين، وهي قضية الدعم الذي يقدم للمواطنين. فكما نعلم أن للدعم أشكال كثيرة تصل للمواطن، سواء كان دعما عينيا ماديا أو دعما نقديا، ويتم مناقشة الأفكار المطروحة حول سبل تقديم هذا الدعم بالطريقة المثلى التي تناسب احتياجات المواطن وتوفر له حياة كريمة وتوفر له عيشة كريمة. يأتي هذا الحوار المجتمعي للوصول إلى الحلول المثلى لتوصيل مثل هذا الدعم للمواطنين بما يستفيد به المواطن. فكما نعلم أن بعض المواطنين يتلقون يعني دعما نقديا، والآخرين يتقاضون دعما عينيا من خلال مثلا التموين وخلافه. هذا يفيد البعض وهذا لا يفيد البعض الآخر، وبالتالي يعني يتم في هذا الحوار التوافق على الطريقة المثلى. هل هي طريقة تعمم على الجميع؟ هل يتم تحديد أولويات وهذا يحتاج للدعم بطريقة معينة لا تناسب الآخر؟ كل هذه أمور يتم معالجتها و المناقشة حولها بأريحية وبحيادية شديدة بين الجميع للوصول إلى أفضل طرق الدعم الممنوحة للمواطن المصري. نعم نعم، هل نستطيع أن نستخلص على الأقل رؤية مبدئية للأحزاب من وقع ليس فقط مناقشات اليوم وإنما المناقشات السابقة حول أيهما أفضل للمواطن، الدعم النقدي أم العيني؟ هو يعني حتى الآن الجلسات مغلقة ولم يخرج أحد من داخل الجلسات حتى الآن، ولكن نستطيع أن نستشف من خلال ما نشره الحوار الوطني عبر منصاته الإلكترونية وعلى صفحات التواصل الاجتماعي، أن المناقشات تدور حول برامج الدعم المباشر كدعم السلع التموينية والخبز، دعم الأدوية الأساسية، دعم التأمين الصحي، دعم الإسكان، دعم الكهرباء، أيضا دعم التعليم ودعم ألبان الأطفال ودعم المواد البترولية ومياه الشرب، وأيضا دعم نقدي للفئات الأكثر احتياجا وهو برنامج تكافل وكرامة. هذه هي أشكال الدعم المطروحة حاليا، وهو ما سيتم الكشف عنه ومعرفته أكثر وتفصيلا بعد انتهاء هذه الجلسات المغلقة ومقابلتنا لأعضاء الحوار الوطني وسؤالهم والمعرفة منهم عما دار داخل هذا الاجتماع. نعم، سنبقى معك على المتابعة بكل تأكيد. باسم أبو العينين من مقر انعقاد جلسات الحوار الوطني.